بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلنا في محافظة الرقة، حملنا السلاح لتحريركم وحمايتكم، عاهدنا الله وعاهدناكم على ذلك. أخذنا هذه المسؤولية على عاتقنا واعتبرناها فرضا وواجبا علينا، واليوم نعلن لكم بأن الوقت قد حان لتحريركم من ظلم واضطهاد داعش، وسنقف بوجه كل من يريد أن يذلكم ويستعبدكم. سنعلن ساعة الصفر قريبا لبدء معركة التحرير من الظلم والاضطهاد. نعلم أنكم انتظرتموها طويلا وانتظرها السوريين والعالم كله. ستكون معركة تاريخية ومصيرية للرقة أولا ولسوريا ثانيا، وسيصل صداها للعالم كله. سيثبت أبطال جبل ثوار الرقة أنهم أهل لهذه المهمة التاريخية، وسيثبت رجال الرقة أن أرواحهم ودماؤهم رخيصة لأجل عزة وكرامة أهلهم، وسنثبت لشعبنا العظيم أننا أبناءه، وسيكتب التاريخ ذلك ويشهد أهلنا وشعبنا والعالم بهذا. اليوم نعلن محافظة الرقة بكاملها منطقة عسكرية، لذا يتوجب على أهلنا عدم الاقتراب من المراكز والأماكن التي يتواجد بها عناصر داعش، وذلك حفاظا على حياتكم وسلامتكم. وإننا نعطي مهلة أخيرة للذين انتسبوا وتقربوا من تنظيم داعش الإيرانية أن يتركوه خلال مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، قبل أن يفوت الأوان، وحينها لا ينفع الندم وليتذكر من قرر بهم بمعركة تحرير تل أبيض كيف تخلى المرتزقة عنهم وولوا هاربين. نرجو من أهلنا أن يتعاونوا معنا وكونوا على ثقة بما قلناه، لنكن سندا وعونا لبعضنا لنتخلص من الاستبداد المتمثل بنظام الأسد والإرهاب المتمثل بداعش، ونبني وطننا على أساس الحرية والعدالة والكرامة. رحمة لشهداء ثورة الكرامة والحرية، شفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. عاشت سوريا حرة موحدة، قائد جبهة ثوار الرقة.